اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مؤكدا معاليه عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تستند إلى أسس راسخة من الود والاحترام وما يربطهما من وشائج القربة ووحدة المصير المشترك. من جانبه أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن اعتزازه وتقديره لما تتسم به العلاقات الأخوية بين البلدين من تميز وازدهار على كافة المستويات. بعد ذلك عقدت لجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في كلمته أن التواصل والتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة هو تجسيد واستمرار لنهج عظيم سلكه القادة والآباء الأولون الذين قاموا بإرسائه ووضعوا لبنته بإرادتهم وعزمهم القوي لترسيخ الأسس المتينة للعلاقات الأخوية الوثيقة، والتي باتت اليوم صرحا شامخا ونموذجا للتلاحم والوحدة بين الأشقاء بفضل الرعاية الكريمة والكبيرة والاهتمام الدائم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله. وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة ما هو إلا ترجمة لمسيرة طويلة وتاريخية من العلاقات الأخوية على كافة الأصعدة والمستويات، فقد سارت العلاقات بين البلدين في تقدم وتناغم مستمر، واتخذت منهجا نابعا من الإرادة المشتركة بما يخدم المصالح ويعزز دور البلدين الإقليمي والدولي. واستذكر معالي وزير الخارجية مآثر وإنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وجهوده المخلصة التي تكللت بالنجاح في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم الجميع والعمل على دعمه، وذلك في أول قمة استضافتها أبو ظبي بهدف تحقيق التنسيق والترابط في جميع الميادين بين دول المجلس وصولا إلى التكامل المنشود. كما رحب معالي وزير الخارجية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بمملكة البحرين ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية، بهدف دعم إعادة ترميم وتأهيل عدد من البيوت التراثية بمملكة البحرين، بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري. من جانبه عبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره لأخيه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم المتميز لأعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي تجسد العلاقة التاريخية بين البلدين وما تحظى به من مكانة في قلوب أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهما، واللذين أسهما في بناء هذه العلاقات المتميزة. وأكد سموه على ما يجمع بين البلدين من مصير مشترك، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتابع السياسات الاقتصادية لمملكة البحرين، مشيدا بالسياسة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله، والتي مكنت مملكة البحرين من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، داعيا القطاع الخاص لتعزيز العمل المشترك بما يؤدي لتطوير الاستثمار المباشر بين البلدين، منوها بمشاركة مملكة البحرين في معرض إكسبو
2020. وقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دعوة لمعالي وزير الخارجية وأعضاء اللجنة بالجانب البحريني لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة في العام المقبل.